سنجار أو شنقال، قنبلة موقوتة بمدينة صغيرة، موقع استراتيجي ويعتبر عقدة مواصلات وجسر مثلث بين الشام وتركيا والعراق، وتعددية عرقية ودينية صارت مبرر للجميع أن يتدخل بهاي المدينة. شنقال تاريخ طويل يعود لما قبل الإسلام من سكنتها قبائل ربيعة وتغلب ووائل وسليم وقشير ونمير وغيرهم، وكان بها كرد ومسيحيين نساطرة، لكن الطابع الأزيدي غلب على المنطقة بعد ظهورهم المكثف بالقرن الرابع عشر الميلادي بسبب حملة تيمور لانك، وصاروا أكثرية. الأزيديين عموماً مسالمين، لكن بداية القرن الثامن عشر أعلنوا التمرد على الدولة العثمانية اللي حاولت تجبرهم على ترك ديانتهم والتحول إلى الديانة الإسلامية، وبعام 1935 تمردوا ضد التجنيد الإجباري. فياسين الهاشمي رئيس الحكومة بذاك الوقت دزلهم الضابط الكردي بكر صدقي وسوى بيهم مجزرة وقتل منهم 200 واحد. بالعهد الجمهوري أجبروا سكان قرى سنجار المتحصنين بالجبل، أجبروا على ترك الجبل والنزول من قراهم إلى السهل عن طريق عدة حملات عسكرية قامت بها الحكومات المتعاقبة حتى استقرت سنجار إلى حين. أما بعد 2003 فشهدت سنجار عدة عواصف، بس أعنفها وأشدها كانت احتلال تنظيم داعش للمدينة عام 2014، عندما قتل مئات الرجال وسبيت آلاف الأزيديات وهجر مئات الآلاف. بالتالي تم تفريغ المنطقة من أهلها. بعام 2015 تم تحرير القضاء، لكن هالمرة دخلت عناصر جديدة للمعادلة مثل حزب العمال الكردستاني البكك اللي تعمق وجوده بعد مساهمته بتحرير سنجار، وإيران اللي لقت بسنجار مجال استراتيجي للتوغل بخريطة العمليات بسوريا والشرق الأوسط عموماً. أما تركيا فاعتبرت سنجار سكينة بخاصرتها، كون البكك استثمر المنطقة استثمار مثالي للضغط عليها ومد خيوط علاقاته مع أكراد سوريا من جانب وجماعات عراقية مسلحة من جانب آخر. لذلك صارت سنجار بؤرة تداخل قوى محلية وإقليمية. بالنسبة للحكومة العراقية بعام 2017 وبعد استفتاء الشعب الكردي على الاستقلال تسلمتها من البيشمركة، وركزت القوات الأمنية على ضبط الحدود، لكن أي ضبط؟ وسنجار صارت قطاعيات تتحكم بيها فصائل حشدية وقوات البكك، ويومية أردوغان قاصفها ومهدد باجتياحها. بالنسبة للحشديين يوجد بسنجار مجاميع تابعة للعصائب وبدر و2500 مقاتل من فرقة العباس القتالية وحشد أنصار الحجة اللواء 29، وهناك اللواء 15 المسمى باسم الشهيد الصدر. أما الأزيديين فهناك قوات حماية أزيد خان وتعدادهم 7000، ودولة جذورهم يكتي بس على صلح ويا البارتي، فضلاً عن وجود أفواج البيشمركة الأزيدية التابعة للبارتي مباشرة. وأكو الجبهة القومية الأزيدية وعددهم تقريباً 4500 وميولهم حشدية تمويلاً وتسليحاً. وعندك أيضاً اليابشة أو وحدات مقاومة سنجار، ودول موجودين بمجمع خانصور وعددهم يقارب 7000 مقاتل ويمثلون البكك الأزيديين، وعلاقتهم وطيدة بالفصائل المسلحة الحشدية. أخيراً هناك فصيل لالش الأزيدي أو لواء الحسين، وهذا الفصيل تابع لكتائب الإمام علي. شنو بعد عندنا؟ عندنا آخر تفصيلة بملف سنجار، وهو الاتفاقية اللي توقعت عام 2020 بين حكومة الكاظمي وحكومة الإقليم وبتطويب وإشراف أممي. وأهم ما اتفقوا عليه هو إلغاء الترتيبات اللي انوضعت
بعد 2017 وإيكال مهمة الأمن للجيش والشرطة الاتحادية بالتعاون مع إقليم كردستان. أما البند الثالث فيشمل الخدمات والتم أيضا بالتعاون بين الطرفين لإعادة إعمار المدينة اللي تضررت بنسبة 80% بسبب احتلال داعش. طبعا الاتفاق المفروض يعيد أكثر من 350 ألف نازح إلى سنجار، أغلبيتهم يزيديين، لكن هذا الحد الآن ما صار. والأسئلة بعد 3 سنوات من الاتفاق هي: هل نجحنا؟ هل عاد النازحون؟ هل عمرت سنجار؟ هل انتهى وجود الفصائل المسلحة؟ هل انتهى وجود البكك؟ كلا طبعا، ما صار أي شيء مهم. سنجار أو شنغال هي هي قنبلة موقوتة، وما حد يعرف ايش وقت تنفجر وبوجه من.